صعبة شيئا ما، لأنه كان الحماس ديال اللاعبين زايد شوية. الفريق الغاني كان ما عنده ما يخسر، لأنه خسر المباراة الأولى، فخلق لنا بعض المشاكل في الأول، وارتكبوا اللاعبين بعض الأخطاء، ولكن الحمد لله في الشوط الثاني رجعنا للنظام ديالنا العادي والهدوء ديالنا، والحمد لله استطعنا باش نحسموا المباراة وما تسجل علينا حتى شي هدف. فتنظن أنه باش نمشيو لا كوب دي موند إن شاء الله خصنا نمروا من هذه المرحلة ديال لا كوب دافريك. كاينين بزاف ديال العوامل اللي تنصطدموا بها، ماشي ضروري يعني تكون تكنيكمون ولا تكتيكمون واجد، كاين العامل الذهني والعامل النفسي، ثم لا فورم ديال لو جوور لي تاتفورم في داك النهار، كاين ظروف المباراه، كاين بزاف ديال العوامل اللي شفناها اليوم واثرت بشكل كبير في الشوط الاول، لان يعني الاهداف كلهم كانوا اخطاء. هاد المسائل خصنا نتجاوزوها باش ان شاء الله نستمروا في ما تبقى من المنافسه ان شاء الله. بالفعل بعد اللاعبين ولاو صراحة محفوظين عند الخصوم، هذيك 11 دقيقة اللي تعطلنا وكأننا عاد بدينا المباراة، لأنها كانت أخطاء كثيرة في الشوط الأول، وبغينا نرجعوا للطريقة ديالنا، وحنا معروف أنه تنحاولوا نضربوا الخصم يعني في الدقائق الأخيرة، فهذه كلها كانت البحث عن كما قلت دوت سيستيم اللي في الاخر انا عارفين ما تستهسرش بالدقائق الاخيره، هي اهم شيء كاين في اي مباراه. وداك الشيء اللي وقع من بعد الدقيقه 11 كانت محاوله مور محاوله وتسجلوا اهداف، وكانت الحصه تكون اكبر. الشوط الاول كان دخلنا الحارس الثاني باقي صغير، وانا هذه طريقتي، خصو يدخل وخصو يغلط باش ان شاء الله يقدر ينجح من بعد. كلهم كاع اللاعبين اللي تيغلطوا هذا هو الهدف منا، فذلك فاش رجعنا في الشوط الثاني ودخلنا الحارس رجعنا للاستقرار، ودابا حنا الحمد لله ان سي محمد شريدو راه استفد باش يساعدنا في ما تبقى من المباريات ان شاء الله. فشوف الجمهور في القاعه في الفوتسال مؤثر، يعني الصوت ديالو تيوصل مباشرة للاعب، حتى التعليمات ديالنا ما تتوصلش، فداك الحماس الزائد هو اللي خلى صراحة ترتكبوا دوك الأخطاء اللي شرتوا ليها. فاللاعبين باغيين يلعبوا، باغيين يسجلوا، الفريق الخصم ما باغيش يلعب، وقع لاعب في لازون ديالو يعني لتحت كاع في الديرني تيغ ديال الملعب، داك التسرع ما تيتسناو هذوك لي زيرور. فوالا دونك حاولنا اننا نرجعوا للهدوء، وبيان سور لي كوريكسيون كانوا دي كوريكسيون تاكتيك اللي بانت في الشوط الثاني في الاخر، اللي استطعنا اننا نفكوا الشفره. فصعيب تلعب مع فريق مستمت وفي لا زون واللاعب متسرع، دونك جوج حوايج مختلفين اللي خلاو داك المشاكل في الاول. كي الحمد لله شوف لا اهم شيء عندنا هو لا رياكسيون كتكون جوست، هذا هو الاهم عندنا. فهذا امر طبيعي ان التطور تيكون في هذه اللعبه، في اي رياضه المنتخبات الافريقيه تتطور، فهذا المستوى التقني افضل. ثم اليوم في هذه البطوله احنا داخلين يعني منتخب مرشح فوق العاده، فلذلك كاينه واحد الاستماته الاشاره، احنا باقي ما ضمناش التاهل ديالنا حسابيا، انه مباراه مع لا زامبي غتكون حاسمه. فهذا هو السبب، ملي تيكون لعب معك واحد الخصم اللي هو موتيفي من بلا ما يحتاج المدرب يتكلم معاه، راه المغرب لاعب ضدك. فاليوم حنا رابحين ب8-3، ومع ذلك متحصرين، هذا راه شرف، هذا راه فخر. الماتش الاول عاوتاني ربحنا ب5، ومع ذلك تنحسوا انه راه كنا نكونوا افضل. هذه مسألة اللي نقدروا نفتخروا بها كمغرب في هذه اللعبة هذه إن شاء الله. يعني هذيك غير مسألة باش نبقاو ديما في لا كونسونطراسيون ديالنا، ما خصناش نقتنعوا، راه واخا هكاك سجلنا 8 راه 3 د البيوت يتماركاو علينا ماشي مشكل، ولكن بأخطاء لا. فالفرق هو في المباريات الدوليه تلعبوا مع فرق اللي هي كتبحث تلعب وتتزيد عندك وتتحاول اليوم رابح ب4 وراح ب5 والفريق يرفض انه يلعب. فهاد المسائل هذه هي اللي شويه حنا تنتحسروا عليها، وكون على يقين ان الجمهور واخا هكاك راه كيتحسر على دوك الاخطاء اللي داروا،
والحمد لله ملي تتبان، انا المهم عندي ملي تتبان السيطره في اخر المباراه وتدير المحاولات بزاف وتيكونوا ضايع الفرص ماشي مشكل، الصعوبه هي تتلعب مع فريق اللي ما تيخليكش توصل لعنده وما يخليكش ما تقدر دير حتى شي حاجه، هنا تنقدر نقول لك انه غيكون عندنا اشكال. فلذلك حنا تنمشيو مباراه بمباراه، والمباراه ديال زامبيا غادي تكون حاسمه ان شاء الله في التاهيل ديال النصف النهائي، لان خصنا نتاهلوا النصف النهائي ان شاء الله وخصنا ندوزو الاولين. يعني احنا مقاعدين لا كونسونطراسيون بور لا سويت ان شاء الله. زعما الاجواء اللي كاينه في القاعه ما عمرها كانت في حتى شي دوله في افريقيا باش نكونوا واضحين، وحتى بعض الدول الاوروبيه يعني هذاك الشيء اللي تنشوفوا اليوم جماهير تجي، واحد الاجواء رائعه، انيماسيون في المستوى، تنظيم في المستوى، القاعه هي تبارك الله. تنشكرهم بزاف، وهادشي هاد الاخطاء وداك الشيء راه رغبه من اللاعبين انهم يديروا اكثر من داك الشيء اللي نورمالمون تيديروه، فلذلك تنشكرهم. وعوده للماتش زومبي، اتونسيون ماتش غادي يكون صعيب، صعيب بزاف، عندهم 3 بوان، حنا عندنا 6 بوان، ستادير الا ربحونا تولي عندهم 6 بوان، يعني ماتش غيكون مهم ومهم بزاف. ومن الان راه حنا غنمشيو نخدموا باش نوجدوا لهذاك الماتش باش ان شاء الله نفرحوا به باذن الله.